الأحد الأول من شهر طوبة الإبراكسيس. الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا، أمين. ولما اجتاز في بيسيدية أتيا إلى بنفيلية وتكلم بالكلمة في برجة، ثم نزل إلى أتاليا، ومن هناك أقلع إلى أنطاكيا حيث كان قد أسلم بنعمة الله إلى العمل الذي أكمله. ولما قدم وجمع الكنيسة أخبر بكل ما صنع الله معهم، وأنه فتح للأمم باب الإيمان، ومكث هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ. وانحدر قوم من اليهودية وكانوا يعلمون الإخوة إنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. فلما حصل لبولس وبرنابا مشاحنة ليست بقليلة معهم، رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والأحبار الذين بأورشليم لينظروا في هذه المنازعة. فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم، وكانوا يعملون سرورا عظيما لجميع الإخوة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة، أمين.